يقول السائل: ما حكم صلاة الجنائز إلى القبور وبينها؟ ما حكم صلاة الجنائز إلى القبور؟ لا بأس بصلاة الجنازة على القبر، إذا فاتك الصلاة على الميت قبل الدفن فلا بأس أن تصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن بعض أصحابه ولم يصلي عليه، ذهب إلى قبره وصلى عليه. فالصلاة على الميت في قبره لمن لم يصلي عليه قبل الدفن مشروعة ومطلوبة، وليست من الصلاة المنهي عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. هذه الصلاة غير صلاة الجنازة، صلاة الجنازة مستثنات.